Mukhalafatul lafad ay amdirhum ruwaida qalilan wa huwa masdar muakkad li ma'na lamin mustaghar musaghar rawad rud rud aw arwad ala tarkhim wa qad akhadahum Allah ta'ala bi badrin wa nusikha al-imhal bi ayati as-sayf ay al-amru bil qital wal jihad. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الطارق مكية، وهي من أوساط المفصل، وتكلمنا أمس عن أوساط المفصل وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الظهر والعصر والعشاء، وسميت في كتب التفسير والسنة بسورة الطارق. ومن أهم أغراضها إثبات إحصاء الأعمال والبعث والجزاء على الأعمال، والتذكير بتحقيق صنع الخالق وتهديد المكذبين. ابتدأت بالقسم، فقال الله والسماء والطارق. هنا لاحظ قسمان، أقسم بالسماء وأقسم بالطارق. والطارق بين الله تعالى بقوله وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، فهذا من تفسير القرآن بالقرآن في موضع واحد. هناك تفسير للقرآن بالقرآن في موضع آخر، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من هم المنعم عليهم في موضع آخر، ومن يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن تفسير القرآن بالقرآن قد يكون في موضع واحد وقد يكون في موضع آخر، آية أخرى تفسر الآية التي في الموضع الأول البعيد عنها، وذلك باستنباط العلماء. لكن هنا واضح أنه لا يحتاج الاستنباط، لأن الآية فسرها الله ما أدرك ما الطارق النجم الثاقب. المصنف رحمه الله تعالى يقول أصله الطارق كل آت ليلا ومنه النجوم، يعني الذي يأتي إلى أهله ليلا يسمى طارقا. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى أن يطرق الباب، وهذا الطرق هو الصوت، صوت طرق الباب، لذلك سمي طارقا، فعمم لكل شيء يأتي بالليل حتى ولو كان نجما فيسمى طارقا. وما أدرك ما الطارق تفخيم بشأن هذا المقسم به، ومر معنا كثيرا كل ما أدراك، كل ما أدراك فقد أخبره، ما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، القارئ ما أدراك ما قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وكل شيء فيه وما يدريك لم يخبره، وما يدريك لعل الساعة قريب لم يخبره متى وقتها، وهذا مر معنا كثيرا. وما أدراك ما الطارق مبتدأ وخبر، يعني ما مبتدأ والطارق خبر، في محل المفعول الثاني لأدرى، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، وما بعد ما الأولى خبرها، وفيه تعظيم لشأن الطارق المفسر بعده وهو النجم. ثم أجلاه وبينه فقال النجم الثاقب، والثاقب هو المضيء، وال هنا تفيد التعميم، فكل نجم يأتي على هذه الصفة فهو المقصود في هذه الآية. المصنف أورد قولين، قال الثريا أو كل نجم ثاقب، والأولى أن نأخذ بالعموم ما بينا في القواعد التي أجريت سابقا، وأن تكثير المعاني في القرآن إذا كان اللفظ يحتملها فالأولى حمل اللفظ على أوسع المعاني الواردة. الثقب خرق الشيء، الثقب خرق الشيء، ويعني هنا استعارة لظهور النور في خلال ظلمة الليل، كأن النجم مسمار نحوه، وظهور هذا الضوء هو بظهور ما يبدو من الثقب على اللوح أو الثوب. تخيل لو أنك ضربت شيئا مطرقة في جدار أو في ثوب فخرج هذا الثقب،
فهنا يأتي التشبيه البديع. فلذلك ابن عاشور رحمة الله عليه يقول أحسب أن هذه استعارة أو استعارة الثقب لبروز شعاع النجم من خلال ظلمة الليل من مبتكرات القرآن. وعلى حسب كلامه يقول لم أطلع على كلام الآراء في أبياتها وأشعارها وصفاتها ومنثورها أن هذه الاستعارة موجودة في كلامه، ومن هذا الشيء ابتكره القرآن عليه. قال إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني كل نفس هناك حفظة يحفظون عليها رزقها وعملها وأجلها، وهذا هو جواب قسم. المصنف هنا تكلم عن يعني المعاني للحروف، معاني الحروف يخرج منها معنى الجملة. وهو يقول لك هنا إن بتخفيف ما، إن كل نفس لما، لما ليس كما هو مكتوب عندنا في مصاحف مجمع أمريكا، بتخفيف لما، إن كل نفس لما فهي مزيدة يعني للتأكيد، وإن مخففة من الثقيلة يعني إن التي تدخل على المبتدأ والخبر واسمها محذوف، أي إنه كل نفس لعليها حافظ. المعنى هذا المعنى وما ذكره لكنه واضح من مراده، إنه كل نفس لما عليها أو لعليها، إذا قلنا ما زائدة للتأكيد وبينا أن قول المعربين زائدة يعني زائدة في الإعراب ليست زائدة في المعنى، لأنه لا يوجد شيء في القرآن زائدا ليس له معنى. إذا قلنا إن مخففة من الثقيلة إن، وفتكون على هذا ما زائدة للتأكيد، يعني إنه كل نفس لعليها حافظ. والحافظ من الملائكة يحفظ عملها من خير وشر. طبعا هناك أيضا يعني في التفسير قول آخر، قراءة ابن عامر وعاصم لما بتشديد الميم لما، وهي لغة عند العرب، يقول قائل مشدتك لما قمت، فتكون إن نافية، إن تكون نافية ليست إن المخففة من الثقيلة، ولما حرف بمعنى إلا، واضح؟ إذن يكون معنى ما كل نفس إلا عليها حافظ. على كل حال المعنى واحد بين إنه كل نفس لعليها حافظ وما كل نفس إلا عليها حافظ. فالمصنف اختار قراءة الباقين غير قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة، وهي تخفيف إن كل نفس لما، فتكون إنه أو إنه كل نفس لعليها حافظ. أما على القراءة الأولى إن فتكون نافية، فبمعنى ما يعني ما بمعنى إن النافية، وتكون يعني إن كل نفس لما بمعنى إلا، ما كل نفس إلا عليها حافظ، والشرح في هذا حتى يفهم الإنسان المعاني. وعلى كل حال نظير هذه الآية مثل ما قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه يحفظونه، من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ينظر الإنسان نظر اعتبار مما خلق من أي شيء خلق الإنسان هنا ابن آدم. طيب ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها، السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، يعني توصية الإنسان بالنظر في أول أمره وسنته الأولى حتى يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته وإعادة أجزائه، فيعمل ليوم الإعادة والجزاء، ولا يملي على حافظه الذي يكتب عليه كل شيء إلا ما يسره في عاقبته. إذن
الله عز وجل قال إن كل نفس لما عليها حافظ. إذا كان هذا الحافظ سوف يكتب كل شيء عليك، فانظر أيها الإنسان إلى أصل خلقك الذي سوف يذكرك بالبعث. فإذا ذكرت البعث سوف تذكر أنك ستحاسب على كل شيء يكتبه عليك الحافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ. فهذا هو الاتصال. ومما خلق استفهام من أي شيء خلق. ومر علينا أن الألف هنا حذفت للتفريق، ألف مما للتفريق بينها وبين ما الموصولة كما في عما يتساءلون. ثم قال مما خلق، خلق من ماء دافق، وجاب الاستفهام من ماء دافق أي المني، والأصل الدفق صب الماء، أن تقول دفقت الماء إذا صببته. وأيضا دافق بمعنى مدفوق، مثل ما تقول سر كاتم أي مكتوم، فاسم الفاعل هنا بمعنى مفعول. فهذا الماء والمني هو مصبوب في رحم المرأة. وأراد في الحقيقة أيضا هنا الماءين، خلق من ماء دافق، خلق من ماء الرجل وماء المرأة، لأن الإنسان مخلوق منهما، لكن جعلهما ماء واحدا لامتزاجهما. قال من ماء دافق وهم ماءين، لماذا عبر بالماء الواحد؟ لأنهما سوف يمتزجان. قال الله يخرج من بين الصلب والترائب، هذا الماء يخرج من بين الصلب الظهر وهو العمود الفقري، الكائن في وسط الظهر، والعمود الفقري هو ذو الفقرات التي تكون متعددة، والترائب هي الصدر، هذا الترائب. إذا الصلب العمود الفقري والترائب هو الصدر، الواحدة تليدة، والترائب عظام الصدر التي بين الترقوتين والثديين في هذه المنطقة. ومن ذلك يسمون القلادة، العرب يسمون القلادة التي يلبسها الإنسان يسمونها تليبة. لماذا؟ من تسمية الشيء بتسمية مكانه، هذا اسمه تليبة، فسموا قلادة باسم المكان. مثل الغائط، الغائط هو المكان في الأصل المنخفض، لكن سموا ما يخرج من الإنسان غائطا باسم المكان الذي يذهب إليه. هذه التليبة القلادة سموها باسم المكان المعلق فيه، وهذا جائز في اللغة. فهذا المكان هو التليبة، وما يعلق على الإنسان من القلادة هو يسمى تليبة، يخرج من بين الصلب والترائب. لاحظ هنا الحسن يقول يعني يخرج أصله من الصلب والترائب، يعني لاحظ من بين، قال أصله يعني من الصلب والترائب، هذا معنى القول الحسن، وليس معناه أنه يمر بين الصلب والترائب. فكان الحسن يقول أن هذا المني منشأه الترائب، ومنشأه أيضا الصلب العمود الفقري. لكن سبحان الله بعض العلماء يقول علم الحديث يوافق ظاهر القرآن. ظاهر القرآن ماذا قال؟ قال من بين، يعني أنه من بين، يعني يمر من بين الترائب ويمر من بين الفقرات، لأن النطفة إنما تخرج من دماغ الرجل والمرأة، فتنزل من عرقين النطفة، من عرقين خلف الأذنين. أما الرجل فتنتقل مادة الدموية إلى صلبه من خلف، وأما المرأة فتنتقل من الدماغ إلى خلف الأذنين فتمر من بين الترائب. فالعلم الحديث أيد ظاهر القرآن من بينه، يعني أنه يمر من بينهما، كما قال تعالى. على كل حال، سواء كان قول السلف أو قول بعضهم مثل قول الحسن أو قول التفاسير الحديثة الموافقة للعلم الحديث، فكلاهما يعني هذه النطفة أو خروج الإنسان إنما خروجه من بين أو من أصل ترائب الرجل أو ترائب المرأة وصلب الرجل. قال الله إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، خلقناكم من ذكر وأنثى، فأنت عبارة عن نطفة ممتزجة بين الذكر وبين الأنثى.
إنه على رجعنا قادر، أي إن الله جل ثناه على رجعه، أي إنه على رد الإنسان بعد الموت لقادر. إنه على رجعه يعني على رد الإنسان بعد الموت لقادر. ويقول الله عز وجل، طبعا الاختيار هذا هو الأقوى، اختيار الطريق، إنه على رجعه لقادر، أي على رجع الإنسان بعد الموت لقادر، قوله عز وجل بعدها يوم تبلى السرائر. فيكون المعنى إن الذي خلق الإنسان من ماء دافق قادر على إعادة خلقه بأسباب أخرى، وبذلك يتقرر إمكان إعادة الخلق، ويزول ما زعمه المشركون من استحال تلك الإعادة. يوم تبلى السرائر، ما العامل في يوم؟ العامل في يوم يقول العلماء قوله لقادر، يعني إنه على رجعه لقادر. متى؟ يوم تبلى السرائر، تبلى تمتحن وتختبر، والسرائر كل ما أسره الإنسان. وذكر السرائر، وذكر السرائر هنا يدل على أنه يعلم العلائن من باب أولى، لذلك طوى ذكرها، ما قال السرائر والعلائن. فإذا كان جل وعلا يخبرك أنه يعلم السر، فهو يعلم العلم من باب أولى، أو من باب قول الله تعالى، أو يكون باب قول الله عز وجل، يعني السرابيل تقيكم الحر، فالسرابيل يعني الثياب هذه تقينا الحر والبرد، لكنه لما ذكر أحد القرينين حذف الآخر لأنه مفهوم من خلال السياق، وهذا سوف يمر معنا. سرابيل تقيكم الحر والبرد مرت معنا كثيرا على كل حال. طيب إذا السرائر يعني والعلائن من باب أولى، فما له من قوة، أي للإنسان من قوة أي مانعة تمنعه ولا ناصر ينصره مما نزل به. الله عز وجل أخذ يبين جل وعلا بعد ذلك، يعني أن تبين إمكان البعث، عقب بتحقيق أن القرآن حق وأنه قول فاصل، وافتتح الكلام بقسم يحقق صدق القرآن. فلذلك أعيد القسم، قال والسماء ذات الرج والأرض ذات الصد إنه لقول فصل. فأنا كما أخبرتكم بالبعث من خلال القرآن، فهذا القرآن حق بما فيه وبما أخبر من البعث والجزاء والحساب بعدهما. الله عز وجل السماء ذات الرج، المطر كما قال المصنف، لأنه سمي المطر رجعا لأنه يرجع مرة بعد أخرى. و لاحظ يعني استخدام هنا ما قال السماء ذات المطر، وإنما قال ذات الرجع، لمناسبة مناسبة اللفظية بين إنه على رجعه لقادر، فاستخدم تسمية المطر بالرجع على ما تعرفه العرب حتى يكون هناك تناسب لفظي، وهذا يسمى المحسن الجناس التام، الجناس التام، أن يكون هناك لفظتين لكنهما يختلفان في المعنى. دارهم ما دمت في دارهم، أرضهم ما دمت في أرضهم. فإنه على رجعه لقادر يعني على بعثه. والسماء ذات الرجع، الرجع هنا ليس البعث وإنما هو المطر. إذن لفظتان لكنهما يختلفان في المعنى، هذا يسمى الجناس التام. والأرض ذات الصدع، هذا أيضا اسم آخر، أي تصدع عن النبات والشجر والثمار والأنهار، مثل ما أخذنا في صورة عبسة ثم شققنا الأرض شق. الصدع على كل حال معناها الشق، لأنه يصدع الأرض. إنه القرآن لقول فصل، على هذا وقع القسم، هذا الجواب، أي أن القرآن يفصل بين الحق والباطل كما قال المصنف، وما هو بالهزل، ليس القرآن بالباطل واللعب، والهزل ضد الجد. ثم قال الله إنهم يكيدون كيدا. الكيد في أصل اللغة يطلق على مطلق التدبير، سواء كان التدبير حقا أو باطلا، الكيد يطلق على إيش؟ مطلق التدبير. لكن السياق يبين هل هذا الكيد حق أو باطل، حق أو باطل. فمن معانيه أيضا
إخفاء قصد الضر وإظهار خلافه. إخفاء قصد الضر، إخفاء قصد الضر وإظهار خلافه. وهنا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم يكيدون كيدا، من جهة أنهم يعني اتهموه بأنه بأن هذا القرآن كذب وأنه قد أتى بالكذب، فبين الله عز وجل أن هذا إنما هو مجرد كيد منهم، يريدون إنزال الضر بك وهم يعلمون في الداخل أنه ليس بكذب، فهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وأكيد كيدا أيضا تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم ووعد له بالنصر. طبعا هنا وأكيد كيدا تأتي عبارات الأشاعرة في مثل هذا اللفظ. المصنف قال وأكيد كيدا لاستدرجهم من حيث لا يعلمون، ولم يبين أم لم يثبت الكيد، وهي كما قلت عادة الأشاعرة في إثبات لازم اللفظ وعدم الكلام عن اللفظ نفسه، لكن بعض الأشاعرة لا يتجرأ في تحريف الصفة أو تأويلها. فمن تأويلات الأشاعرة قولهم غير ما قال المصنف، قال الكيد هنا يكون مستعمل في يعني مستعمل في حق الكافر إنهم يكيدون كيدا على الحقيقة اللي هو إيش؟ إرادة الضرر المضمر وإظهار خلافه أو التدبير الباطل. زين؟ أما الكيد المسند إلى الله جل وعلا وش يقولون؟ فهو مستعمل في الإمهال، يعني إرادة الانتقام. هذا موجود، موجود في كتب الأشاعرة، يقول الكيد هنا معناه إرادة الانتقام أو إرادة الإمهال. عن هذا الكلام لا شك أنه لازم معنى الكيد، لكنهم لا يثبتون المعنى. فمنهم من يتجرأ ويقول انتبه، ترى الكيد الذي في الكفار على الحقيقة، والكيد الذي في الله لا، لا يراد بالحقيقة إنما يريد به اللازم. والصحيح أن الله عز وجل يعني يوصف بالكيد، لكن على ليس على وجه الإطلاق، ليس على وجه الإطلاق، إنما يوصف بالكيد على جهة المقابلة في كيد الكافرين ومكرهم. هكذا ذكر العلماء رحمه الله عليه، مش نص شيخ الإسلام أن هناك بعض الصفات لله تطلق عليه جل وعلا على جهة المقابلة، مثل المكر والاستهزاء والسخرية. فإذا قال الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الله يستهزئ بهم لأنه ذكر استهزاءهم، فهذه الصفات إنما فعلت بمن استحق هذا الفعل، فكانت له عقوبة جزاء بما فعل وهكذا أو بما فعل، هكذا قرر العلماء. فما هي للكافرين أم منهم؟ وإذا انتبه لهذه العبارة العجيبة، فما هي للكافرين أم هلهم رويدا؟ من أخذ الشق الأول، فما هي للكافرين؟ ماذا قال المصنف؟ قال فما هي يا محمد الكافرين؟ تأكيد حسنه مخالفة اللفظ، أي أنظرهم. ما هي للكافرين منهم؟ ماذا يقصد بهذه العبارة؟ يعني مهل وأمهل، قصده أن مهل وأمهل هي بمعنى واحد، لكنه يقول بدل ما يقول فمهل الكافرين مهلهم، قال أمهلهم. فهذا التأكيد أعاده لكن حسنه بتغيير اللفظ مع أن المعنى واحد، مثل نزل وأنزل، فتأكيد أمهلهم تأكيد لمهل، لكن أعاده بتحسين أو محسن لفظي، زين، مثل نزل وأنزل، واضح. ثم قال رويدا قليلا، ثم تكلم عن مصدرها وسوف نرجع إن شاء الله تعالى لها. إذن مهل ومهل ومهل، مهل وأمهل بمعنى واحد، لكن أرجع المعنى بلفظ آخر وهو أمهل. وهذا موجود، يعني أن يعاد المعنى بتضعيف في اللفظ، بتضعيف في اللفظ، زين، بأن يكون هناك زيادة في اللفظ، هذا موجود، والمقصود به تحسين التكرير، بدل ما يعود التكرير بلفظ واحد يعود بلفظ آخر لكن فيه زيادة في اللفظ حتى يكون هناك في ملاطفة في الحديث. الرويدة، ما معنى رويدة؟ السلف يقولون قليلا، يعني أمهلهم إمهالا قليلا. طيب الرويد وش معنى؟ يقول المصنف الرويد تصير رود، يعني بعض الشعراء يقولون كأنها
ثمل يمشي على رود. رود أظنها بعد رود كأنها كلمة إنجليزية رود، ما دي صححوا لي كأنها معنى الطريق. فرود هنا بمعنى بمعنى الإمهال، لكنها قال الله عز وجل فيها مصغرا رويدا، هذا التصغير من كلمة رود. فقول الشاعر كأنها ثمر يمشي على رود أي على مهل. فتفسير الرود اللغوي المهل وعدم العجلة، وتصغيره رويدا للدلالة على إيش؟ التقليل، يعني أمهلهم شيئا قليلا ثم سوف يأتيهم العذاب. واضح؟ والعذاب المقصود هنا ماذا قال المصنف فيه؟ قال وقد أخذهم الله ببدر، يعني يقصد المصنف أن هذا الوعيد قد وقع، لأن قال رويدا مهل الكافرين، أمهلهم رويدا. إذن مهل الكافرين يعني أكدت بمؤكدين، مهل أمهل هذا التأكيد الأول، رويدا، فأكدت الجملة الإمهال بمؤكدين، بإعادة اللفظ بتضعيفه وبإتيان معنى آخر وهو الرويد، تصغير الرود وهو الإنظار. فيعني كأنه يقول أمهلهم إمهالا قريبا ثم سوف يأتيهم العذاب. قال هنا وقد أخذهم الله تعالى ببدر ونسخ الإمهال بآية السيف، يعني الله كان مصنف يقول لك هذه الآية منسوخة، منسوخة بإيش؟ بآية السيف، واقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم. لكن هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. كثير من المصنفين يستكثرون في قضية الناسخ والمنسوخ، وهذه قضية يا إخوان مهمة جدا. ابن النحاس، ابن الجوزي، الناسخ والمنسوخ يأتون بعشرات الآية، بينما في التحقيق السيوطي ذكر في كتاب الإتقان عندما حقق كلام العلماء هذه ناسخ وهذه منسوخة، يعني أرجعها إلى فقط 20 آية. وعندنا أحد البروفيسورات في القسم حقق كلام السيوطي فأرجعها في التحقيق إلى 3 آيات منسوخة فقط، فقط 3 آيات منسوخة. ومن أظهر آيات النسخ آية النفقة قبل أن قبل المناجاة، إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة لم يعمل بها إلا علي، ثم نسخت أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذه واضحة في النسخ. أما بقية الآيات فكلام السلف أنها منسوخة يقصدون أحيانا أنها كلام عام، هذه الآية خصصتها آية أخرى. انتبه، السلف ابن عباس يقول منسوخة يقصد أنها مخصصة لعموم آية أخرى، ليس المقصود أن تلك الآية لا يعمل بها. وأحيانا يقصدون بالنسخ أنها ترك العمل بها في زمن، فمتى ما جاء موجب العمل بهذه الآية رجعنا إلى العمل بها، مثل آيات السيف، فإنه في وقت القوة نستخدم آيات السيف، في وقت الضعف نستخدم آيات الصبر، فاصبر جبرا صبرا جميلا. فقول الكثير من المفسرين فاصبر صبرا جميلا واصبر لحكم ربك أن منسوخة بآيات السيف، هذا تكثير، لا ينبغي أن نكثر من آيات منسوخة، وإنما نقول هي آيات معلقة في الحكم كما علقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت مكة، حتى جاء القوى وأمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالملائكة وبالصحابة فجاءت آيات السيف. إذن لا يوجد ناسخ ومنسوخ في آيات القتال ونسخ القتال، إنما هي آيات، والتوقيت هذا موجود. يعني مثلا الله عز وجل قال واللاتي يأتين الفاحشة منكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا في البيوت تمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الزانية تحبس في الموت حتى تموت، قالوا هذه نسخت بآيات إقامة الحد على الزاني والزانية. نقول لا، هذه ليست منسوخة، هذه مؤقتة، مؤقتة، لأن الله قال عز وجل أو يجعل الله لهن سبيلا، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، ثم ذكر الآيات التي جاءت في هذا المعنى. إذن لا ينبغي التكثير من آيات النسخ والناسخ وكذا. حتى يعني بعض العلماء ألف كتاب، بعض المعاصرين قال لا نسخ في القرآن، طبعا هذا أيضا من المبالغة في الطرف الآخر، لا يوجد نسخ لكنه قليل.
والأصل لأن الأصل عدم النسخ في القرآن، عدم نسخ الآية، يعني أصل أن هذه الآية مثبتة حتى يأتي الدليل القاطع البين الظاهر أن نسخها فنقول هذه ننسخها. فكوننا نقول بعدم نسخ الآية على الأصل أولى من قولنا أن نقول أن الآية منسوخة، وإعمال الآية هذه قاعدة من قواعد التفسير، إعمال الآية أولى من عدم القول أو من القول بعدم إعمالها. انتهينا من سورة الطارق. تفضل الشيخ سورة التي بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال المؤلف رحمه الله تعالى سورة الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك أي نزه رب نزه ربك عما لا يليق به واسم زائد الأعلى صفة زائد واسم زائد الأعلى صفة لربه الذي خلق فسوى مخلوقه يعني فسوى مخلوقه جعله متناسب الأجزاء غير متفاوت والذي قدر ما شاء فهدى من خير وشر والذي أخرج الماء العشب فجعله بعد الخضرة غثاء جافا هشيما أحوى أسود يابسا سنقرئك القرآن فلا تنسى ما تقرأه إلا ما شاء الله أن تنساه بنسخ تلاوته وحكمه. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة مع قراءة جبريل خوف النسيان فكأنه قيل له لا تعجل بها إنك لا تنسى فلا تتعب نفسك بالجهر بها إنه تعالى يعلم الجهر من القول والفعل وما يخفى منهما ونيسرك لليسرى للشريعة السهلة وهي الإسلام فذكر عيد بالقرآن إن نفعت الذكرى من تذكرة المذكور في سيذكر يعني وإن لم تنفع ونفعها لبعض وعدم النفع لبعض آخر سيذكر بها من يخشى يخاف الله تعالى كآية فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ويتجنبها أي الذكرى أي يتركها جانبا لا يلتفت إليها الأشقى بمعنى الشقي أي الكافر الذي يصلى النار الكبرى هي النار الآخرة والصغرى نار الدنيا ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة هنيئة قد أفلح فاز من تزكى تطهر بالإيمان وذكر اسم ربه مكبرا فصلى مكبرا فصلى الصلوات الخمس وذلك من أمور الآخرة وكفار مكة معرضون عنها بل تؤثرون بالتحتانية والفوقانية الحياة الدنيا على الآخرة والآخرة المشتملة على الجنة خير وأبقى إن هذا أي إفلاح من تزكى وكون الآخرة خيرا لفي الصحف الأولى
أي المنزلة قبل القرآن، صحف إبراهيم وموسى، وهي عشرة صحف لإبراهيم والتوراة لموسى. بارك الله فيك يا شيخ. سورة الآل مكية في قول الجمهور، يعني بعضهم خالف، وسبب المخالفة أنه فسر قد أفلح من تزكى، يقول التزكية هنا زكاة الفطر، وذكر اسم ربي فصلى، يعني صلاة العيد. وهذا حقيقة التفسير هذا جعل بعضهم يقول أن هذه الصورة مدنية، يعني زكاة الفطر والعيد لم تفرض إلا في المدينة، وهذا ليس بصحيح. الآية على عمومها قد أفلح من تزكى، يعني زكى نفسه، طهر من الشرك، طهر من الدنس، طهر من المعاصي، وذكر اسم ربي فصلى، صلى أي صلاة. لكن لما رأوا أن بعض السلف فسر هذه الآية بالمثال، يعني بما يجوز أن يقع عليه مراد الآية، قالوا أن هذه الآية أو هذه الصورة مدنية. يعني كما قلت لكم، أحياناً يأتي كلام الصحابي على الآية لا يقصد أن هذه الآية نزلت في هذه الحادثة، وإنما يقول يصح أن تكون هذه الآية مما نزلت في كذا، وإن لم تكن الآية سبباً لنزول كذا. ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله، قالت عائشة نزلت في المؤذنين. طيب الآية مكية ولا يوجد مؤذنون فيه، يعني لم يكن هناك أذان، الدعوة كانت سرية وكانت حرب وكان هناك ضغط وما إلى ذلك في مكة. كذلك قد أفلح من تزكى عامة، لكن جاء بعض السلف قال يعني كان يقول يصح أن تفسر هذه الآية بزكاة الفطر والصلاة العيد، لكن الخطأ أن تقيد عموم الآية بإيش؟ في هذا المعنى. فإذا جاء الإهام هنا فالتحقيق أن صلاة الآلة، سورة الآلة على قول الجمهور مكية، ولا يصح أن نقول إلا آيات كذا وكذا، هذا بيناه أيضا. لا يصح أن نستثني من أصل الصورة آيات نقول ليست مكية في أصل المدني أو ليست مدنية في أصل مكي إلا بدليل، إلا بدليل. أفتان أنت يا معاذ؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى؟ دائما نؤكد الأخوة الأئمة ونحن أيضا في صلواتنا الفريضة أن نقرأ من السنة في غالب أمرنا، نقرأ من السنة في غالب أمرنا. الأغراض الصورة اشتملت على تنزيه الله تعالى، الإشارة إلى وحدانيته بدلائل خلقه التي ذكرها، وتأييد النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته على تلقي الوحي. وذكر الله عز وجل في أولها قال سبح اسم ربك الأعلى، نزه ربك عما يليق به، واسم زائد، زائد ليس في المعنى، إنما يقصد زائد في الإعراب، لكن كان يريد الزيادة في المعنى، فهذا لا يوجد شيء في القرآن زائد. سبح ربك، يقصد المصنف معناه سبح ربك، نزه ربك، التنزيه عن النقائص، التنزيه التسبيح والتنزيه عن النقائص. وهنا ظاهر القرآن يا إخواني على خلاف ما اختار المصنف في الحقيقة، فالتسبيح هنا جاء، التنزيه جاء على الاسم، سبح اسم ربك جاء على الاسم، لذلك سواء قال مصنف زائد أو بعضهم تأدب وقال صلة، فيقصد سبح ذات ربك، سبح ذات ربك. لكن نقول هنا نأخذ بظاهر القرآن تسبيح الاسم مقصود. طيب كيف يعني؟ يعني أن تتحدث بوصف الله بما يليق به وجلالته وسلطانه، زين، أن تتحدث، لأن الله قال سبح اسم ربك، فنزه اسم الله جل وعلا، تكلم بصفات الله عز وجل، تكلم صف ذات الله عز وجل بصفاته وأسمائه العظيم. أما مجرد التفكر في ذلك في داخل الذهن فهو من تعظيم الله، لكن لا يعد من تسبيح اسم ربنا، زين. إذا سبح اسم ربك الأعلى لا يدخل التفكر هنا، إلا إذا قلنا أن اسم صلة فيدخل التفكر فيها، لكن إذا قلنا صلة ليست صلة وإنما هي مقصودة، فالمعنى أنه لا يدخل في هذه الآية إلا من تحدث
تحدث بصفات الله عز وجل العظيمة. طيب هنا وصف الله عز وجل بالأعلى، لاحظ إثار هذا الوصف في هذه الصورة لأنها تضمنت التنويه بالقرآن، والقرآن نزل من علو، لذلك أتى بهذا الصفة هنا سبح اسم ربك الأعلى. من عبارات الأشاعرة هنا، طبعا الأشاعرة في هذه الصفات يأتونها على التأويل، يمرون عليها معول التأويل. يقولون بعض الأشاعرة العلو مشتق منه، ووصفه تعالى الأعلى قال العلو مجازي، ويقصدون العلو التام أو الكمال التام، الكمال التام. وهذا التفسير كما قلت لكم أن العلو هم يفسرونها بعلو القدرة، علو التنزيه، لكن لا يفسرونها بعلو الذات، كما نقلت لكم العبارة هذه وهي من عبارة الطاهر بن عاشور عندما قالوا العلو المشتق منه وصفه تعالى الأعلى علو مجازي وهو الكمال التام، هذا التأويل، معنى أنه أتى بلازم الصفة ولم يثبت أصل الصفة وهو العلو المطلق علو الذات. والصحيح أنه موصوف جل وعلا بالعلو الحقيقي، هو علي على خلقه بذاته وعلي عليهم بأسمائه وصفاته وقدرته جل وعلا الذي خلق فسوى. ماذا قال المصنف؟ قال سوى مخلوقه، سوى مخلوقه، يعني كان يشير إلى أنه حذف المعمول، الله عز وجل سوى كل شيء. وحقيقة قول المصنف مخلوقه، أما كل ما يقوله السلفي أو الصحابي أو التابعي من التسوية، فمن قال أن الإنسان يدخل في المخلوق، من قال أنه كذا يدخل في المخلوق، فهي عبارة جميلة من المصنف رحمه الله تعالى. كما قال الله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، الذي خلق فسوى ثم هدى، لأن بعضهم قال الذي خلق فسوى يعني خلق آدم فقط، قال آدم، وهو ربما أراد المثال لأن الله قال فإذا سويته ونفخت فيه من الروح، لكن ما قال المصنف هو الأولى، سوى مخلوقه آدم وغير آدم، الإنس والجن والملائكة والجبال والأرض، يدخل كل شيء. والذي قدر فهدى، قدر وقرئ قدر، الكسائي وحده قرأ قدر، الذي قدر وهي بمعنى قدر أو قدر بمعنى واحد، كما قال الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا، والمعنى شامل عظيم، فكل فقدر كل شيء جل وعلا، وهدى كل شيء، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، كل شيء حتى البقرة هداها للدر وألهمها الرأي، وقدر النحل لإنتاج العسل وألهمه أن يرعى الزهور، كل شيء خلقه فهو هداه لما خلقه له جل وعلا، كما قال الله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فلك أن تسبح في الخلق والتسوية والهدى في كل شيء، حتى هدى الرضيع إلى ثدي أمه وإلى آخر. طيب، والذي أخرج المرعى، المرعى اسم مكان الرعي، أطلق على ما ينبت فيه، أخرج المرعى، سمى الكلى بتسمية المكان، مثل إيش قبل شوي قلنا، سمى في قولنا الغائط، سمي ما خرج من الإنسان باسم المكان الذي يذهب إليه الإنسان عند قضاء الحاجة. في السابق كانوا يذهبون إلى مكان منخفض ويسمى هذا غائطا، سموا ما يخرج من إنسان غائط بتسمية المكان. الله عز وجل سمى النبتة مرعى، زين، بتسمية المكان، المكان هو المرعى، لكن هذا جائز في اللغة، فجعله غثاء نحو. كلام المصنف صراحة جميل جدا، لأن هناك بعض المعاني يعني قدمت وأخرت، فما جعلت نظم الآية كما ينبغي. كلام المصنف ما شاء الله من أفضل التفاسير في قوله فجعله غثاء نحو. الغثاء أصله ما يقذف أو ما يقذف به السيل على جوانب الوادي، حشيش ونبات وقماش وما ذلك، هذا الغثاء، الشيء اليابس الذي لا قيمة له، فبعد أن كان هذا المرعى يانعا إذا به يكون غثاء يابسا هشيما
أحوى أسود، أسود بعد أن كان ناظرا، يعني إشارة إلى تلفه وعدم الانتفاع به. هناك قول آخر لكنه حقيقة بعيد، فالذي أخرج المرأة أحوى، يعني أخرج المرأة أحوى، أحوى يعني أسود من شدة نضرته، كأنك تراه. هم العرب هكذا يسمون شدة النضرة والخضرة بالسواد، كما قال الله عز وجل في سورة الجنة: مدهامتان، يعني سوداوتان. كيف سوداوتان؟ كيف يقول التفسير أن صفة الجنة مدهامتان، يعني الجنتان، يعني الجنتين مدهامتان، يعني سوداوتان، يعني من شدة النضرة والخضرة، كما في أندلسيا عندكم ما شاء الله تبارك وتعالى الخضرة شديدة وناظرة، فمن شدة خضرتها تقول أنها سوداء. فالسواد هنا ليس بمعنى الاحتراق، وإن بشدة الخضرة. فيقول: والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء. هذا القول ضعيف جدا، لأنه يفسد النظم، يجعل هناك تقديم وتأخير. وخذ قاعدة في التفسير: القول الذي ليس فيه محذوف أو ليس فيه تقدير، والقول الذي ليس فيه تقديم وتأخير هو أولى من القول الذي فيه مقدر أو فيه محذوف أو تقديم وتأخير. فإذا الذي أخرج المرعى ناظرا فجعله يابسا أسودا، هشيما أسودا محترقا بعد أن كان ناظرا، هذا هو الذي قاله المصنف. فيكون السواد هنا أحوى، يعني حقيقيا في لونه، في أنه يعني أصبح تالفا بعد أن كان ناظرا. سنقرأ لا تنسى، انتبهوا فقط لمعنى لا تنسى. المصنف جزاه الله خير نحمده عليه هنا قال: يعني سنقرأك فلا تنسى، فلا تنسى ما تقرأه إلا ما شاء الله، بما شاء أن تنساه بنسخ تلاوتي وحكمه. حقيقة تفسير لا يعلى عليه، يعني جعل النسيان هنا حقيقي، لكن سببه أن الله أمره بترك هذه الآية فتركها لكونها منسوخة حتى نسيها. وهناك آيات كثيرة يقول الصحابة كانت سورة الأحزاب هي ضعف ما عليها الآن، لكن نسيت لأنها نسخت. وآيات كثيرة نسخت، ولما نسخت نسيت. فالنسيان هنا ليس معناه النسخ بمعنى اللغوي لا، لكن ما يؤول إليه النسيان. فكلام المصنف هنا حقيقة مختصر وجزل، ويعني يغنيك عن كثير من كلام التفسير في هذه الآية. يعني هناك ذكروا أقوالا ويعني إرجاعا للمعنى، لا هل هي بمعنى النفي أو بمعنى النهي، والنسي هو النسيان اللحظي أو الكلي أو الجزئي. فكلام المفصل المصنف رحمه الله تعالى كلام تمسك به. إذن سنقرئك فلا تنسى، لا شك النبي صلى الله عليه وسلم كان أثناء الوحي يعالج معالجة شديدة، يخشى أن ينسى، فطمأنه الله عز وجل قال: سنقرئك كذا أقرأك جبريل فلا تنسى. فلم يأتريك نسيان للآية إلا إذا شاء الله أن تنساها، وهذا إشارة إلى النسخ. إن الله عز وجل إذا نسخ شيئا من الآيات تركت قراءتها فتنسى بإذن الله، وهناك من الآيات تنسخ لكنها لا تنسى، لأن الله لم يشاء الله عز وجل أن ينسي الإنسان المسلم ما نسخ. وهذا مذكور، يعني بعض الآيات التي يعني لم تنسى كان فيما أنزل 10 رضعات يحرمنا ثم نسخنا إلى 5 رضعات. هذه الآيات نسيت لكن أتي بمعناها. وفي البخاري ذكر أن قد رضينا، أن الله قد رضي عنا ورضينا في سورة الأحزاب، هذه ذكرت بلفظها، أنا لا أذكر لفظها لكن البخاري رحمه الله عليه ذكرها بلفظها. فهذه لم يشاء الله عز وجل، مع أنها منسوخة، لكن لم يشاء الله عز وجل أن تنسى، لذلك أثبتت في صحيح البخاري. لا نريد أن ندخل في التفاصيل حقيقة، الآية فيها تفصيل كثير، لكن نأخذ ما قال المصنف حقيقة كلامه فيه يعني يتمسك به. إنه يعلم الجهر، أي الإعلان من القول والعمل، وما يخفى وهو السر. وهذه جملة تعليلية: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، لأنه سبحانه وتعالى يعلم الجهر وما يخفى، لأن القرآن يقرأه النبي سرا وجهرا، فهي جملة معترضة. جملة سنقرئك فلا تنسى ونيسرك لليسرى، اعترض بينهما بقوله إنه يعلم الجهر وما يخفى.
إذن هذه ونسرك اليسرى معطوفة على قوله سنقرئك فلا تنسى. ونسرك اليسرى هذا من عطف العام على الخاص، يعني من التيسير الذي يسره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه سوف يقرئه فلن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه طمأنينة، بث الطمأنينة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن ينسى ما أقرأه جبريل. ونيسرك لليسرى، اليسرى هنا مؤنثة، فيكون اليسرى هنا لاحظ محذوف الموصوف، الموصوف محذوف، يسرك اليسرى أي يسرى. لذلك اختار بعض السلف أو بعض المفسرين يسرك للشريعة اليسرى كما قال المصنف. حقيقة المصنف يعني اختار المعنى المناسب. إذن يسرك لليسرى الموصوف محذوف أي يسرى، هنا مؤنثة، إذن قال الموصوف هو المحذوف ويكون مؤنثا لأن الوصف مؤنث، فالتقدير يسرك للشريعة اليسرى، فيدخل أحكام الإسلام لأنها من قبيل التيسير. ذكر إن نفعت الذكرى عظ، إن نفعت الذكرى، لاحظ هنا كلام المفسرين مشهور، إن نفعت الذكرى يعني هل معناه أن الداعية لا يذكر إلا إذا نفعت الذكرى؟ بعض المفسرين هذا الثالث مرة أو رابع مرة يأتي معنا هذا الأسلوب، يقول أنه هناك محذوف، سبب الحذف أنه ذكر القرين أو إحدى القرينين، إن نفعت الذكرى أي وإن لم تنفع، فذكر على كل حال، مثل ما قال سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم البرد، فذكر الحر وحذف البرد اكتفاء بوجود الحر واعتمادا على ذكاء السامع، فقوله إن نفعت الذكرى أي وإن لم تنفع ذكر. وبعضهم قال أن هذه الآية على ظاهرها، يعني إذا رأيت أن الذكرى لا تنفع فلا تذكر، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأمرن بالمعروف ولا تنهى عن المنكر إلا أن تروا شحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعند عليك بخاصة نفسك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال الله في بعض أوجه التفسير يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني إلزم نفسك إذا رأيت من تذكره قد نصحته ثم نصحته ثم لم يستجب، هنا تذكر إن فات الذكرى. فبعضهم أخذ بظاهر الآية، وبعضهم قال لا، هناك محذوف تقديره إن فات الذكرى وإن لم تنفع، وبعضهم قال إن هذا يعني إن نفعت الذكرى جملة اعتراضية، يعني هذا أيضا هذا ترى هذا قول ثالث، يعني فذكر سيذكر من يخشى. وقول إن نفعت الذكرى زين يقول هو جملة اعتراضية، جملة اعتراضية، كيف معنى هذا؟ يعني إن نفعت الذكرى يعني دم على تذكير الناس كلهم إن نفعت الذكرى جميعهم، أي وهي لا تنفع إلا البعض، وهذا الذي يؤخذ من قوله سيذكر من يخشى. إذن معنى فذكر إن نفعت الذكرى، قال أصل الكلام فذكر سيذكر من يخشى. وإن نفعت الذكرى، لماذا جاء هذا القيد؟ لأن الذكرى هو إخبار من الله عز وجل أن الذكرى قد لا تنفع، فالذكرى قد تنفع البعض وقد لا تنفع البعض، لكن الذي عليك أنك تذكر سيذكر من يخشى إن نفعت الذكرى، هذا هو التقدير. لكن هذا القول حقيقة يعني لأجل أموض فهمه قد يكون في درجة ثانية بعد قوله إن نفعت الذكرى وإن لم نفع، لكن حقيقة ذكر مثل هذه الأقوال يقدح في الذهن إثارة التفسير وبيان حلاوته. إذن فالتقدير فذكر سيذكر من يخشى، والذكرى في طبيعتها قد تنفع قد لا تنفع، فتكون هذه الجملة اعتراضية لأن أصلا الذكرى في العالم كله ربما تنفع ربما لا تنفع. سيذكر من يخشى من يتقي الله ويخافه ويتجنب أشقى الشقي في علم الله، وشقي هو الشديد الشقوى، الشديد الشقوى الذي يصل النار الكبرى العظمى. وهنا المصنف رحمه الله تعالى قال النار ناران، نار في الدنيا ونار في الآخرة، وكأنه يقصد أن النار التي في الدنيا
هي ما يصيب الكفار من البلاء وكذا، وكان استخدمت في 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 الأسلوب المعنوي، لكن يظهر والله أعلم أن المقصود وصف النار بأنها كبرى مقارنة بنار الدنيا، يعني لا نار مثلها. فليس المقصود أنه أن هناك نارين، نار في الدنيا أو نارا في الدنيا ونارا في الآخرة، ونار الدنيا هي ما يصيب من البلاء ما ذلك على حسب ما فهمت من كلام المصنف، وإنما المقصود وصف النار بأنها الكبرى فلا يقارنها نار، فسوف يصلها في الآخرة ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم هنا للترتيب الرتبي قلنا ليس معناه التراخي، لا، المقصود أن ما بعد ثم أشد في النكاية والعذاب فيما قبل ثم، فهو إذا دخل النار الكبرى لا شك أنه عذاب، لكن هيئته إذا دخل هذه النار هيئة لا تطاق، إذ قال لا يموت فيها ولا يحيا، فلا يموت فيستريح من العذاب ولا يحيا حياة تنفعه. وانتبه هنا ليس المعنى أنه وسط، يعني ليس المعنى هنا أنه لا يموت ولا يحيا، فيكون المقصود أنه يحيا أنه يعيش في النار في الوسط، لا، هذا ليس مقصودا، يعني ليس المقصود مثل ما يقول بعضهم لا شرقية ولا غربية، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني أنها في مكان وسط ليست في أدنى الشرق ولا في أدنى الغرب، لا، ليس هذا المقصود لا يموت فيها ولا يحيا أن هناك حالة وسط، لا، أن الله عز وجل لما قال لا يموت قد يحسب الإنسان أن هذا الذي في النار قد حي حياة كاملة، عندما قال لا يموت قد يظن السامع إذا لا يموت في النار إذن جميل، إذن العذاب هنا ليس شديد، قال لا، استدرك فقال ولا يحيا، يعني لا يحيا حياة كاملة، لا هي حياة يتنعم فيها، بل هي حياة عموم، قد أفلح من تزكى، زكى نفسه من الشرك، طهرها من المعاصي، طهرها من الذنوب، وذكر اسم ربه فصلى الذكر العام، الصلاة العامة، فمن رأيت من السلف يقول زكاة الفطر ثم صلاة العيد، قد أفلح من تزكى أخرج صلاة العيد ثم كبر ثم ذكر اسم ربه فكبر ثم صلى، هذا يقصد تفسير مثالي، تفسير مثال، وإن كانت الآية نزلت في مكة لكنها تصلح، وهذا من إعجاز القرآن أنه يصلح أن تأتي العبارة صالحة لتفسير الزمن المكي وتفسير الزمن المدني، هذا من إعجاز القرآن وعظيم نظمه، وأن الذي تكلم به عليم جل وعلا بأنه صالح مهما تطاولت السنون، فلا تظن أن هذه الآية نزلت على ذلك الوقت أنها تكون مدنية، لذلك يقع هذا الخلاف، هذا بيناه لا نحتاج أن نعيده، بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل للإضراب الانتقالي، يعني من ذكر المنتفعين بالذكرى والمتجنبين لها إلى ذكر سبب إعراض المتجنبين وهم الأشقون، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ابن مسعود لما قرأ هذه الآية قال تدرون لما آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ قال لأن الدنيا حضرت وعجلت لنا طيباتها وطعامها وشرابها ولذاتها وبهجتها، فلذلك آثرناها على الحياة الدنيا، الأمر الغيبي، والنفس سبحان الله في الأمور الغيبية يضعف الإيمان بها لأنه شيء غير محسوس، فتؤثر هذه الحياة التي عجلت فيها الطيبات. ومن أول خصائص المؤمنين الله عز وجل في كتابه ذكر الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان بالغيب، الإيمان القوي الحتمي يجعلك تزهد زهدا حقيقيا في الدنيا، أو تؤمن إيمانا حقيقيا بالغيب فتعمل وتجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة، مع عدم نسيان قوله لا تنسى نصيبك من الدنيا، والآخرة الدار الآخرة الجنة خير وأبقى، أبقى أي أدوم من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. إن هذا لفي الصحف الأولى، اختلف المفسرون في أين يرجع، المصنف ذكر عبارة جميلة جدا تستريح حقيقة من خلاف، من كثرة خلاف السلف أو خلاف ذكر خلاف المفسرين فيها، هل يرجع إلى الصورة كلها، هل يرجع إلى كذا، هل يرجع ثم بعض المحدد، قال هنا إن هذا أي الفلاح، فلاح من تزكى وكون الآخرة خير وأبقى موجود في الصحف الأولى، موجود في الصحف الأولى، ولا داعي لذكر الأقوال التي جاءت من السلف في ذلك.
فهذه هذا الإخبار عن فلاح التزكي وأن الآخرة خير من الأولى موجودة في معناه ليس بلفظها، يعني قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى فتروح الدنيا، ليس المقصود أن هذه العبارة موجودة بلفظها، لا موجودة في معناها. صحف إبراهيم وموسى وهذه الكتب منزلة على صحف إبراهيم وصحف موسى، صحف موسى معروفة لكن صحف إبراهيم بعضهم يعني قالوا أن بعض المفسرين قال أن في صحف إبراهيم مواعظ وحكم وعبر ولا يوجد فيها أحكام. وهل ذكر الله صحف إبراهيم؟ نعم ذكر بشكل مجمل، وما أنزل على إبراهيم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على أو إلى إبراهيم وإسماعيل. وأيضا الله عز وجل قال في سورة النجم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. وجاء في بعض الأحاديث عند أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، هذا ما ذكر في صحف إبراهيم. أما صحف موسى فهي معروفة، بقي صحف إبراهيم موسى. قال الله عز وجل في الصورة إن هذا لفي الصحف الأولى، الآية إن هذا في الصحف الأولى، هل معنى هذا أنها الأولى التي ليست قبلها شيء؟ لا، المراد بالأولية في وصف الصحف سبق الزمان المطلق فقط بالنسبة إلى القرآن. المقصود بالأولية هنا ليس المقصود بالأولية المطلقة بأنه صحف إبراهيم ليس قبلها شيء، صحف موسى ليس قبلها شيء، لا، وإنما هي نسبية، أولية نسبية بالنسبة للقرآن التي لم يسبقها غيرها، لأنه قد روي أن بعض الرسل قبل إبراهيم أنزلت عليه صحف، مثل ما قال الله عز وجل في وصف عاد بالأولى في قوله وأنه أهلك عادا الأولى، ليس المقصود أن عادا ليس قبلها شيء بل قبلها أمم، لكن هي بالنسبة لنا هي أولى. وقوله تعالى إذن هذا نذير من النذر الأولى، نعم إلى هنا ينتهي تفسير الصورة. أطلنا اليوم، نسأل الله عز وجل أن يكون في هذه الإطالة إن شاء الله، مع الاختصار الشديد أشياء تركناها لأجل الوقت، وكان بودي أن يكون هناك أن يكون وقتنا ساعة كما أخذنا، لكن ما استطعت لأجل أن الصورتين فيها كثير من المعاني وكثير من يعني ما يحتاج إلى تبيين، مع أني كما قلت لكم اختصرت كثيرا في الأشياء التي ذكرها أهل التفسير. نعم ما شاء الله جميل شيخنا، جزاكم الله خير. الله جميل لا بأس، لعل الإخوان كذلك يحبون الإطالة. تفضل الشيخ، أسألونه أو يسألونكم؟ يعني ما أنا كل يوم جائزة تفسير. نعم نسأل طيب نسأل عن سورة البروج. طيب كثر قول المفسرين في قوله وشاهد ومشهود، فما هو القول الصحيح مع التعليل؟ نعم تفضل مشايخ، من يرفع يده؟ ربما نحتاج إلى رفع قيمة الجائزة يا شيخ. الأخ محمد نوفل تفضل. نعم أحاول يا شيخ. نعم حاول، كأنك تشرح لطلابك، لأن هذا في نعم. في يعني في قواعد من قواعد الترجيح في التفسير، تفضل. نعم الصحيح باعتبار قواعد ترجيح التفسير أيهما لو لفظ شهيد ومشهود إلى معناه العام، وذكر يوم الجمعة ويوم عرفة هي أفراد من أفراد المعنى العام. ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله تماما
سنت بارك الله فيك سنت. طيب حياك الله محمد نوفل. خلاص نتواصل إن شاء الله في يوم بعد. فضل الإخوة من كان عنده سؤال للشيخ؟ في سؤال مكتوب الشيخ حبيت نقرأ. طيب يقول جزاك الله وإياك، هل تذكر نفة الذكرى هنا يدل على الوجوب، وجوب الدعوة يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو كان الناس لا يحتاجون إلى الدعوة؟ كل الناس يحتاج إلى الدعوة. الشيخ بن باز يقول الدعوة الآن في هذا الوقت واجبة على طلاب العلم لكثرة الجهل والغفلة، فالدعوة قد تكون لتعليم حكم جديد، وقد تكون لتذكير ما بلي في النفس من آثار فتنة الدنيا. فأنت عندما تصعد المنبر ليس بالشرط أن تأتي بحكم لجاهل، بل تأتيه بتذكير ينفعه ويحيي قلبه بعد من درس من كثرة الفتن وكثرة المعاصي. فالدعوة هنا كما قال الشيخ رحمة الله عليه واجبة على طلاب العلم، فمهما استطاع الإنسان أن يدعو الله عز وجل فليدعو. فلذلك أنا أحث نفسي وإياكم على تقلد المناصب الدينية، الإمامة وخطابة الجمعة، فإن فيها من الخير الكثير والعميم، لأنك ربما لا تستطيع أن تلتقي بالناس كما عندنا نحن في السعودية منظمة، لا تستطيع أن تلقي كلمة ولا محاضرة إلا بإفادة وتنسيق وموافقة كما يفعل ضد الشيخ صالح خضر القرنين في زيارتنا له من ترتيب وتنسيق، لكن الأمر هنا عندنا أشد. فلذلك إمام المسجد يجد بغيته عندما يتكلم كل يوم يأخذ حديث ويشرعه، وعندما يحضر الله عز وجل له الناس في يوم الجمعة بأعداد كثيرة ويأمرهم بالاستماع والإنصات ويهددهم بأن من تكلم فقد لغى، ثم تأتيهم بما ينفعهم، لا شك أن هذا خير سبيل للدعوة. المدرسون أيضا في التدريس، فوظيفتهم كما قال الشيخ محمد بن وظيفة الأنبياء، حتى لو كان يدرس علوم تجريبية أو تطبيقية فإنه سوف يكون قدوة صالحة في نفسه، وسوف يكون تربويا عندما يوجه هؤلاء الطلاب، حتى لو كان العلم علما ثانويا ليس من علوم الشريعة. طيب أحسن الله عليكم شيخنا بارك الله فيكم. الأخ محمد الغازيان تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شيخنا. أن أحد آيات في هذه الصلاة المباركة هي آية مؤقتة، وهل هناك ضابط في هذا الباب لنفرق بين الآيات المؤقتة والآيات المنسخة؟ الله يجزيك خير بارك الله فيك. نعم أحسنت. القراءة في كتب الناسخ والمنسوخ، أحسنت. أنا حقيقة يعني ما قلته في الناسخ والمنسوخ هو مهم حقيقة، عندما ترجع إلى ما كتبه العلماء في ذلك، فبعضهم مثل ما قلت لك ما فهم كلام السلف أو تعجل في حمل كلام السلف. ابن عباس عندما يقول هذه الآية نسخت هذه الآية، فلا يقصد بالنسخ الاصطلاحي الذي نعرفه نحن عندما نشرحه للطلاب، وهو رفع حكم بآية أخرى نزلت متأخرة عنها. السلف لا يقصدون هذا المعنى الاصطلاحي، بيننا وبينهم 1400 سنة، وإنما يقصدون كما قلت لك تخصيص آية أخرى. القراءة في كتب التفسير يبين لك هل هذه الآية فعلا هي ناسخة أو منسوخة عندما تقلب كتب التفسير. على فكرة كثير من كتب التفسير هو ناقل لمن قبله، وقد لا يكون محققا في ذلك، فتجده ينقل الغثة والسمين ولا يحرر. لذلك عليك بأهل التفسير المحررين الناقدين المدققين مع تجنب ما وقعوا فيه من زلات. فيعني مثلا الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه محقق وناقد في التفسير، وإن كان لم يفسر القرآن لكنه سوف تجد عنده تحقيق. الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه عنده تحقيق وتدقيق. يعني مثلا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه في قوله تعالى
ولكل جعلنا موالي إما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانهم فاتوا نصيبهم. ليس هذه الآية، قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية، يعني كتبت الوصية لمن؟ قال الله الوالدين. طيب النبي عليه السلام قال لا وصية لوارث. فكثير من المفسرين إذا جاء لهذه الآية قال هذه الآية منسوخة بالسنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لكن الشيخ محمد العثيمين قال لا، تبقى هذه الآية في أحوال مخصوصة، في أحوال مخصوصة يمكن معها أن يورث أو يورث الوالدة أو يكتب وصية للوالدين. ثم ذكر بعض هذه الأحوال التي تنسجم مع أبواب الفرائض. أنا أقصد في سؤالك بارك الله فيك حتى أعرف متى هذه الآية تكون مؤقتة، متى هذه الآية يعني حتى وإن قال في ظاهرها كما في آيات البقرة التي ذكرت كيف كتب عليكم الوصية للوالدين ثم تقول ليست منسوخة، لو ترجع لكلام الشيخ العثيمين تجد عنده تحقيق. فالرجوع إلى كتب المحققين من أهل التفسير يبين لك أو يكشف لك عجلة من وقع في قول الناسخ ومنسوخ، مع أن القاعدة أنه إبقاء وإعمال الآية أولى من القول بنسخها وعدم إعمالها، لأنك إذا قلت منسوخة معناها أبطلت عملها، معناها أنك أبطلت عملها. ولعلك ترجع إلى كتاب تفسير الشيخ لتفسير سورة النساء حتى يتبين لك إن شاء الله تعالى مراده في هذا النسخ، ويكون كالدرب لك والمران. لن أفصح، ارجعوا إلى كتاب الشيخ في تفسير سورة البقرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، وهي فعلا نسختها هذه الآية، نسختها السنة لو وصيت الوالد، أو نسختها آية النساء المواريث أو لا. ارجعوا لكلام الشيخ بارك الله فيكم. طيب شكرا الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. الله يحفظكم. هناك ما يرفع يده لكن كان الوقت خلاص يعني. نأخذ آخر سؤال. لا بس آخر سؤال الأخ فارس عبد الله مأمون. تفضل. تفضل افتح ميكروفون الأخ فارس. جزاكم الله خيرا يا شيخ. وإياك حياك الله. السؤال بالنسبة إلى قوله تعالى فذكر إن فات الذكرى، السؤال كيف نعلم أن الذكرى تنفع أم لا حتى ندعو الناس إلى الخير؟ جزاكم الخير. نعم، طبعا هذا على حد قول بعض المفسرين. نحن قلنا في الآية ثلاثة أقوال، ذكر إن نفعت الذكرى والتقدير وإن لم تنفع، كما قال سرابيل تقيكم الحر والبرد. فذكر أحد القرينين اعتمادا على فهم ذكاء السامع لأنه سيفهم القرين الآخر، يذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع. وبعضهم حمل هذه الآية على سؤالك، يعني ذكر إن رأيت أن الذكرى تنفع. النبي عليه السلام ذكر بعض الأمثلة، قال لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن منكر إلا أن تروا شحا مطاعا وإعجاب كل وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، عندها عليك بخاصة نفسك. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم عند فساد الزمان وتغير الأحوال ووجود ربما الضغط على أهل الخير، وأنهم لو تكلموا بالحق لأوذوا إذا أن لا يحتملوا. فهذه بعض الصور، وهي صور تقديرية يقدرها الداعية لله عز وجل، قد تكون في زمان لاحق، وقد تكون أفرادها في مكان دون مكان في زمن واحد. هذه ترجع إلى تقدير الداعي. الشيخ بن باز رحمة الله عليه يقول اكتبوا، ناصح مسؤولين أهل الشر يكتبون، يقول اكتب 100 مرة، يقول الشيخ بن باز يقول اكتب 100 مرة، يعني لا تنقطع عن رحمة الله ولا تنقطع عن رجاء الله. قد يكون تقدير الإنسان خاطئا أو متعجلا، وخلق الإنسان من عجل فيتنكب طريق الدعوة ولا ينصح المدعو. الرفق في اللين، تغيير طرق التعامل مع المنصوح، دراسة نفسية المنصوح، اختيار الزمان والمكان المناسبين في إعادة الكرة مرة أخرى، هذه كلها تجعل للنفس مجالا لإعادة النصيحة وإعادة التذكرة، لعل هدايته أن تكون
بين يديك. وكان الصحابة يقولون يسلم حمار الخطاب ولا يسلم عمر الخطاب رضي الله عنه، فأسلم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشر الإسلام في أصقاع الأرض وأصقاع المعمورة، وأسلم صناديد الكفر الذين كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن نطفئ الأنوار وأن نقول انتهى الناس وأعرضوا، فإن يعني يخشى الإنسان التعجل في هذا الباب أن يقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال أهلك الناس فهو أهلكهم، يعني فهو الذي أهلكهم بقوله، أو فهو أهلكهم يعني فهو أهلك منهم، لأنه دخل في باب القنوط من رحمة الله. الإنسان لا يستعجل في الحكم على الناس بأنهم لا ينتفعوا، فهم إنما هم يعني مثلك، لهم عقول ولهم قلوب، وكما انتفعت وهداك الله فسوف ينتفعون. شكرا الله لكم شيخنا وبارك الله. لعل بعض الإخوان دخل عليهم وقت الصلاة. خير إن شاء الله، الله يحفظكم، جزاك الله خير. شكرا الله لكم، هذا نراكم إن شاء الله تعالى بالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.